السلام عليكم. النهاردة هنعالج قضية مهمة جدا، وهنجاوب على سؤال مهم من أهم الأسئلة الوجودية اللي بيسألها كل إنسان مؤمن. السؤال ده بيقول: ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق الشر في العالم؟ ليه ربنا سمح بوجود الشر ولم يمنعه؟ كتير من غير المؤمنين بيحتجوا بوجود الشر في العالم كدليل على عدم وجود الخالق أو رب لهذا الكون. فهم بيقولوا إذا كان ربنا أو إذا كان الله أو الخالق موجود وهو كلي القدرة وكل العلم وكل الخيرية أو الرحمة، فإما أنه يكون لا يقدر على منع الشر، أو لا يعلم بوجود الشر، أو أنه يرغب بوجود الشر. وإن قلنا أنه يرغب بوجوده فده معناه أنه ليس تام الرحمة أو الخيرية. ولذلك كثير من الفلاسفة في الغرب بيسموا المسألة دي بالمعضلة، يعني بالسؤال الصعب. تشارلز داروين مثلا، عالم الأحياء الأشهر، صاحب كتاب أصل الأنواع، كان بيقول: لا أستطيع أن أقبل أن رباً رحيماً كلي القدرة هو الذي قصد إلى خلق الدبور وجعل غذاؤه في بطون اليرقات. لا أستطيع أن أفهم أن هذا الرب هو الذي جعل القطط تلعب بالفئران. ما كانش فاهم. تشارلز داروين توفيت بنته الصغيرة وهي طفلة، أحدثت عنده صدمة، بدأت تغير فكرته عن الكون وعن ربنا سبحانه وتعالى. والحقيقة أن السؤال المهم ده إجابته عندنا كمسلمين إجابة سهلة، لكن السبب الرئيسي في ظهوره وكونه معضلة عند عدد كبير من الناس في الغرب هو اعتقاد موجود في بعض الأديان الأخرى بأن الله كلي المحبة وكلي الخيرية. عندنا في العقيدة الإسلامية في توازن في صفات الله بحسب الجزاء أو العقاب. الحق سبحانه وتعالى كما أنه غافر الذنب وقابل التوب، لكنه شديد العقاب على الجبارين والظالمين. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. عشان نجاوب على السؤال ده، ليه ربنا سبحانه وتعالى سمح بوجود الشر، لازم في البداية نسأل سؤال مهم: هو إيه الغرض من الحياة؟ هل الحياة الدنيا هي المدينة الفاضلة؟ هل تصورنا إن الحياة الدنيا هي عبارة عن فندق 5 نجوم؟ إحنا ذكرنا في حلقات سابقة إن غاية الخلق هي عبادة الله، عمارة الأرض، تزكية النفس، وتحقيق العبادة والتكليف والاختبار في الدنيا لازم يكون في ألم، لازم يكون في شر. الغاية من الحياة هي معرفة الله، اليقين إن ربنا سبحانه وتعالى هو الواحد المستحق للعبادة، هو الواحد الذي لابد أن يخضع كل الناس له. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يرشدنا للحكمة من وجود الشر أو المعاناة أو الألم في الدنيا، ويقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني ربنا بيقول لنا إن كل المصايب والآلام والشرور اللي وجدت في الدنيا كانت بعلمه، كانت بإرادته، لحكمة هو أرادها. وهو بيرشدنا لجزء من هذه الحكمة لما يقول بعدها: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يعني إن الدنيا دار نقص ودار بلاء، فلو كان ليك هدف سعيد ليه وفاتك لا تحزن، ولو ربنا سبحانه وتعالى أعطاك شيء كنت ترغبه احمد الله لكن لا تفرح. هو ده معنى قول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فيظل قلب المؤمن دايما في رضا وسكون. في شوية عناصر مهمة لابد أن تفهم عشان نعرف نجاوب على هذا السؤال المهم عن سبب وجود الشر في الدنيا. أول عنصر إن وجود الشر في العالم ليس كما يقول الملحدين في دليل على عدم وجود إله للكون، لكن غاية ما يمكن أن يقال إنه بيحدد لنا إيه هي صفات هذا الإله. وزي ما ذكرنا في البداية إن تصور العقيدة الإسلامية إن ربنا سبحانه وتعالى له صفات جمال وله صفات جلال، فكما أن الله معطٍ فهو مانع، وكما أن الله قابض فهو باسط، وكما أن الله رحيم فهو شديد العقاب. هذا التوازن ليس موجوداً إلا في العقيدة الإسلامية. وعشان كده فإحنا بنقول إن ربنا سبحانه وتعالى كلي القدرة وكلي العلم، ولولا إنه كلي القدرة لما وجد الشر في العالم، لأنه القادر على كل شيء لا يمنعه أحد أبداً من أن يخلق ما يريد، بل الإله العاجز هو الذي يوجد نوع واحد فقط من الموجودات. فيبقى عندنا السؤال المهم: طيب لماذا أراد الله أن توجد المصائب والآلام والشرور في هذه الدنيا، وما هي الحكمة منها؟ نقول إنه معنى الشر يا جماعة معنى نسبي، ما قد يكون شر لبعض الناس قد يكون خير لبعض الناس. وليس في الدنيا شر خالص، يعني ما فيش في الدنيا شر محض. لدغة العقرب مثلا أو لدغة الثعبان اللي بتؤذي البشر فيها خير لهذا الثعبان،
وفيها خير لهذا العقرب. هل تعلموا أن العناكب بتفترس سنويا من الحشرات ما يبلغ وزنه 3 مليون من البشر الكبار اليافعين؟ ولولا أن هذا الافتراس هو الذي يحصل للحشرات هتبدأ تزيد بأعداد كبيرة وهائلة ممكن تأثر حتى على الوجود البشري في ظل سنوات قليلة. الأمر الثاني أنه ما فيش معنى لكون الإنسان مكلف ومختبر وممتحن في هذه الدنيا إلا لو كان فيه ألم، لو كان فيه مشقة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في أول سورة العنكبوت: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وربنا سبحانه وتعالى يقول في أول سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. مفيش معنى لوجود الاختبار والابتلاء إلا بوجود مصائب وآلام، عشان ربنا سبحانه وتعالى يرى من يصبر ومن يشكر. وبعدين ليس هناك معنى لأن يجعل الله سبحانه وتعالى الناس أحرار في قراراتهم وتصرفاتهم، ولا يوجد إلا الخير. دايما كل ما يكون فيه عندنا حرية في الأفعال، وكل لما توجد أسباب الحرية توجد أسباب الخير والشر. وربنا سبحانه وتعالى يعطي لمن أراد الخير أسبابه ويعطي لمن أراد الشر أسبابه. المعنى في حياة الإنسان إنه ما يمشيش في خط مرسوم ليه حتى لو كان هو بس الخير. كان في دكتور نفسي نمساوي يهودي مشهور، وكان واحد من اللي نجوا من المحرقة النازية، كان اسمه فيكتور فرانكل، صاحب الكتاب المشهور الإنسان يبحث عن معنى. كان بيقول الدكتور فيكتور في هذا الكتاب إن المحرك الأساسي لأي إنسان يدرك معنى الإنسانية فعلا ولا يعيش كحيوان يأكل ويشرب هو أن يكون للحياة معنى. البحث عن المعنى هو الغاية، هو القيمة اللي ممكن تدي الإنسان شيء من حرارة الوجود. وكان يقول في الكتاب ده إنه عدد كبير من سكان الغرب في النصف الثاني من القرن العشرين بدأ يعيش أزمة اسمها أزمة الفراغ الوجودي، يعني يشعر بعدم وجود معنى وقيمة للحياة. وينقل الدكتور فرانكل في هذا الكتاب إحصائية مهمة، بيقول إن في جامعة في الولايات المتحدة بدأت تعمل استطلاع رأي عن 7950 طالب تقريباً في 48 كلية. استطلاع الرأي ده كان عبارة عن سؤال مهم وسؤال بسيط: إيه هو أهم شيء بالنسبة ليك في الحياة؟ كانت إجابة 16% من الطلاب إن إحنا نحصل على قدر أكبر من المال، وكانت إجابة 78% إنه الهدف الأول من الحياة هو أن يكون لها معنى، أن يكون لها غاية. ليه بنقول هذا الكلام؟ لأنه يستحيل أن تكون للحياة في هذه الدنيا معنى بدون مشقة، بدون ألم، بدون تعب، بدون تحدي. الإنسان في الحقيقة لا يدرك معنى النجاح في الدنيا ومعنى الخير إلا لو ذاق في الأول الألم والشر، إلا على الأقل لو رأى في غيره هذا الألم وهذا الابتلاء. الألم يا جماعة عنصر أصيل في إن القلب يكون معافى من مرض اسمه مرض البرود القاتل. الألم عنصر أصيل لوجود حافز للاستمتاع بلحظات الحياة، الرغبة في تحقيق النصر على الشر أو الظلم أو على الضعف والكسل. لو انهارت هذه الرغبة هيبدأ الإنسان يفقد القدرة على الصمود. المعنى في حياة الإنسان إنه ما يمشيش في خط مرسوم ليه حتى لو كان هو بس الخير، لكن المعنى إنه يتعثر فيبدأ يقوم، إنه يخطئ فيبدأ يتعلم، إنه يحزن فيبدأ يجمع أسباب الحزن عشان يصفر بالسعادة. الأمر اللي بعد كده إن إحنا بنقول لمن ينظر فقط للشرور والآلام في الدنيا: أنت بتبص لجزء صغير جدا من الصورة، كأنك بتبص لمشهد واحد في الفيلم. مقدار الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة لا يساوي أي شيء. مهما عاش الإنسان في مشقة في حياته هو ده يساوي إيه في جانب الخلود الأخروي؟ شيء في منتهى الضآلة. وكل ظلم أو معاناة أو ألم موجود في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى سيجزي عليه من صبر وشكر في الآخرة جزاء عظيما. كل من ظلم في الدنيا سينتقم الله سبحانه وتعالى منه في الآخرة حتى يتحقق العدل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمر على سيدنا ياسر بن عامر وزوجته سمية وابنهم عمار في بداية الدعوة ويقول: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. ليه ربنا سبحانه وتعالى يسمح لهؤلاء المؤمنين الأتقياء في الدنيا أن يعذبوا؟ كي ترفع درجتهم في الآخرة وكي يجعلهم قدوة للخلق. الأمر الأخير
ان احنا بنقول للناس دايما او كثيرا ما يخرج من رحم الشر الخير المحض، لكن الانسان خلق عجولا زي ما اخبر ربنا سبحانه وتعالى، الانسان متسرع في الحكم. كان الامام القشيري يقول في تفسير سورة يوسف وهو بيشرح الحكمة من ان يأخذ اخوة يوسف هذا الطفل الصغير من كنف ابيه وهو لسه لم يذنب اي ذنب وهو معصوم من الانبياء وتبيض عين ابيه من الحزن، فيقول الامام القشيري: ويقال لما اراد الله تعالى خلاص يوسف عليه السلام من الجب ازعج خواطر السيارة في قصد السفر. يعني الناس اللي كانوا مسافرين ربنا سبحانه وتعالى بدأ يزعج خواطرهم وأعدمهم الماء حتى احتاجوا إلى الاستقاء، يعني بدأوا يفقدوا كل المية اللي معاهم عشان يروحوا يشربوا حتى يصل يوسف عليه السلام إلى الخلاص. ولولا أنهم حملوه إلى مصر لما أنقذ الله به مصر من المجاعة ولما صار يوسف هو عزيز مصر. بعدين يقول الإمام القشيري العبارة المشهورة بتاعته: ألا رب تشويش يقع في العالم والمقصود منه سكون واحد. يعني كتير من البلاء والشرور ربنا سبحانه وتعالى قدرها في الدنيا عشان يخرج منها الخير. كتير من الناس بيسأل إن كان الحكمة من وجود الألم على الناس هو الاختبار أو الابتلاء أو التمحيص، طيب هي إيه الحكمة من إيلام الطفل الصغير الذي لم يذنب أصلا، الذي لم يبلغ، اللي ربنا ما كلفوش، الطفل اللي ممكن يموت من الحمى أو السرطان؟ القرآن يا جماعة دل على إن كل أفعال ربنا سبحانه وتعالى حكيمة وإنه لا يفعل فعل بدون حكمة. ربنا يقول في آية: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول في آية تانية: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ويقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. مش معنى إن إحنا مش فاهمين الحكمة من بعض أفعال ربنا سبحانه وتعالى إن هي ملهاش حكمة. من أعظم صور الإيمان هو التسليم بما لا نعلم حكمته. الطفل الصغير اللي أبوه بيديله الدواء بيظن إن أبوه يضره، لكن لما بيكبر وتطوى المسافة الإدراكية بينه وبين أبوه بيتأكد فعلاً إن الأب كان يحبه. لما تطوى المسافة الإدراكية بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى في الجنة هيطلعنا على جميع الحكم التي لم نفهمها في الدنيا. وعشان كده كان يقول الإمام القشيري في تفسير سورة يوسف إن أخوة يوسف لما جاءوا أباهم بقميص يوسف وعليه دم كذب، سيدنا يعقوب عرف إن يوسف ابنه لم يمت لكنه لم يفهم ما هي الحكمة في أن يحرم منه، فقال إيه لأولاده؟ قال لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. اسمعوا لهذه العبارة: والله المستعان على ما تصفون، يعني يستعين بالله على التسليم لما لم يفهم حكمته بعد. فيقول الإمام القشيري رحمه الله: فعلم يعقوب على الجملة وإن لم يعلم على التفصيل، وهكذا تقرع قلوب الصديقين عواقب الأمور على وجه الإجمال إلى أن تتضح لهم تفاصيلها في المآل. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.